عندنا كيس من لسان العصفور، الكيس بيبقى 400 جرام او يعني بالكتير قوي نص كيلو، اتنين بصله مفرومه، وعندنا كوبايه من الجزر المبشور، عندنا معلقه كبيره من السكر، وعندنا لتر من مرقه الدجاج، عندنا كمان مرقه اللحمه اسفه، وممكن مرقه الدجاج والله مش هتقول لا، عندنا كمان سمنه، ورقتين من اللورة، معلقتين صغيرين من القرفة الباودر، معلقة صغيرة من الكباب الصيني، نص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، ونص معلقة صغيرة من القرنفل الباودر، معلقة كبيرة من السبع بهارات، ملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا للسان العصفور. هعمل ايه دلوقتي؟ احط حلة على النار. انت عايز حلة قد ايه؟ وسط. هحط الحلة تسخن وهاجي دلوقتي احط فيها السكر يسخن معاها ويبقى كراميل. شوية سكر كده كفاية قوي كده، وهسيبه يتحول لكراميل والحلة بتاعتنا بتسخن. بعد كده هقوم منزله له البصل بقى والجزر وبقية الحاجات والتوابل، هيحمرهم وهيشوحهم وهيخليهم يطلعوا بنتيجة جميلة جدا. بس ما بقاش كراميل، مستنيينه يبقى كراميل. وأول ما يبقى كراميل، عايزينه مش كراميل غامق قوي، لا عايزينه كراميل فاتح، هنقوم منزلين السمنة والبصل. البصل طيب يا سارة ومش هيتحرق من الكراميل؟ لا مش هيتحرق ولا هيحصل له أي حاجة. اهم حاجه بس ما نغمقش الكراميل قوي، لان السكر لما بيغمق قوي بيدي طعم ممرر كده، فلا احنا مش عايزين الطعم الممرر ده، احنا عايزين الطعم الحلو منه اللي هيعمل لنا كده تضارب وتناقض لذيذ جدا مع، لا انا عايزه الصغيره مع التوابل اللي احنا حاطينها، فهيدينا لذاذه جميله قوي في الطعم، مش هيبان ابدا انه مسكر. نفس فكره الرز بالخلطه، ما اعتقدش اي حد بياكل رز بالخلطه بيقول ايه ده مسكر قوي، يعني لا، لو حد عامله مظبوط بيطلع مظبوط وما بتحسوش بطعم السكر، بس بتحسوا انه طعم الرز جميل قوي كده ومتوازن. التوازن ده بيجي منين؟ من الحلو ضد الحادق، فده موضوع حلقتنا النهارده ومركزين فيه قوي. بصوا بقى هنا ايه، السكر بدا يسخن والحله بدات تسخن وامورنا ماشيه تمام، بس احنا ما ينفعش نعمل اي حاجه غير لما السكر يبقى سكر بقى كراميل وانتوا مش موجودين. فانا شلته من على النار علشان ما يغمقش معانا، مرجعاه دلوقتي على النار عشان يرجع يسيح تاني لانه جمد طبعا. اول ما بنرجعه على النار بصوا هيرجع يسيح ويفك تاني، مفيش اي مشكله. فانا مستنيه بس يسيح ويرجع طري خالص زي ما كان، وهبدا احط له السمنه والبصل. بصوا ده اللون اهو، وكل امورنا كده تمام جدا. يلا بينا، هاجي دلوقتي واحط شويه سمنه وهاجي واحط مع السمنه لسان العصفور وهقلب. هلاقي لسان العصفور مسك ولا تشغلوا بالكم، هيسيح تاني دلوقتي على طول. وهبدا ادي تحميره سريعه للسان العصفور مع الكراميل، تاخدوا بالكم عشان مش عايزين الكراميل يتحرق. وهنحط على طول البصل والجزر، بس نديله ايه ثواني على النار، مش عايزه احمره لدرجه غامقه، انا عايزاه ذهبي كده فاتح جميل، فاللون اللي انا شايفاه ده لذيذ جدا. لما اشوف اللون ده هاجي احط له البصل والجزر، هحط له كمان ورق اللورة، وما فيش مانع ابدا من ان انا احط كل التوابل دلوقتي، هاخدها كده معايا صف. طبعا ده لسان عصفور بالخلطه زي الرز بالخلطه، فبنحط له شويه توابل حلوين، كبابا صيني
قرنفل بس ده كتير قوي، نحط رشه صغيره، حبهان طبعا، مفيش رز بالخلطه ولا اي حاجه بالخلطه من غير قرفه وبهارات. هحط كمان ملح على قد لسان العصفور، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا عندنا مرقه. هحط كمان فلفل اسود، وهحط رشه من جوزة الطيب. هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. طبعا اللي مش حابب يحط جزر مفيش مشكله خالص، ولكن هو بيبقى اضافه رائعه. لكن لو حد حاسس ان لا لسان عصفور بالخلطه زي الرز بالخلطه يبقى بصل بس، مفيش مشكله ابدا يعمل كده. بقى ده شكله، واعتقد يعني ايه، بصوا باين من شكله هو هيبقى حلو ازاي، متشوح واخد لون ذهبي ومتغلف بالتوابل والكراميل داب معاه وكل امورنا فله. هنقلب كويس جدا، وهاجي دلوقتي واسقي بالمرقه واسيبه يستوي عادي، سوى عادي جدا، نار عاليه لحد ما يتشرب مرقته، وبعد كده بنوطي النار ونسيبه يعيش حياته على البخار مع البخار. هدي تقليبه وهغطي واسيب بقى لسان العصفور يشرب الميه تماما فيستوي، وبعد كده اقوم وطي النار واسيب البخار هو اللي يكمل سواه. لسان العصفور شغال معانا زي الفل وعلى وشك انه يشرب المرقه بتاعته. في اللحظه دي هنغطي عليه وهنقلل الحراره لمتوسطه. بقلب لسان العصفور اللي خلاص البخار هيظبطه على الاخر، وحاجه اخر جمال، مديله تقليبه وهقفل عليه لاخر لحظه خالص، وهوطي برده عليه خالص علشان ايه، البخار، عايزين بخار. اذن اخترق الحل على طول. الله بصوا الكراميل عامل ايه تحت، ده اجمد. بقول لك ايه، ده انا بتخانق عليه ومامتي بتتخانق عليه برضه. بصوا الجمال، ايه الجمال ده، بصوا انا بس عايزه اوريكم الجمال. لسان العصفور مفلفل ازاي، على فكره الوصفه دي هي ينفع تعمل رز لو انتوا عايزين، لكن وفريك لو انتوا عايزين، بس هي الصراحه يعني في لسان العصفور او شعريه مع الريش دي لا، الموضوع هيروح في حته تانية خالص.